نحن خبر سوري يعني تعودين عليه يعني. نحن من أيام سوريا يعني عم ناكل هالخبز هذا يعني ما تعودنا ناكل سمن هذول ما تعودنا قديش حاولنا ما عسرنا ناكله يعني. جينا على عفرين هونيك وجينا على الحدود تركيا بدنا نفوت على تركيا. فأبوي ما بحسلم شيء وإجباري بدنا ندخل قاچق يعني. ركبنا عليه ومشينا فيه لوصلنا على تركيا هوني. والله بالنسبة لي كان صعب كثير يعني أشوف هالموقف بأبوي يعني. أنا بعمري كله ما توقعت يعني شيء نهار يعني. أنا بصراحة يعني أنا لما حطيته ومشيت أنا بكيت وراه يعني صعب علي كثير يعني هالشيء يعني. الكرت ساعدنا كثير فيه أي شيء يعني. يعني ساعدنا فيه الأجار والكهرباء والمي الحمد لله يعني. العائلة كلها يعني وصلنا بأمان يعني. طبعا لما اشترينا أول مرة خبز سوريا هون في تركيا حسيت حالي كأني في سوريا يعني. لأن احنا الخبز السوري بنحبه لأنه مساوي لفات كثير يعني. يعني مثلا أي شيء نحن بنحبه هيك شغلات كثير يعني.